سعيدة جدا. سو حبي وصحباتي، اهلا بكم في يوم جديد ومغامرة جديدة. النهاردة مغامرتنا بادية في شوارع بغداد العريقة. النهاردة هتبقى جولة زي ما تقولوا، بما ان النهاردة اول يوم ليا، فهتبقى جولة كده بتمشى حوالين العراق وفرجكم عليها. فانا مش عارف الصراحة النهاردة اتوقع ايه، ومش عارف احنا رايحين فين اصلا. انا عارف ان احنا دلوقتي في شارع المتنبي، احد اعرق شوارع بغداد. فخلينا نتمشى نتعرف على الناس ونصور الاماكن، وهو ده انطباعي الاول لشوارع بغداد. دلوقتي بنحاول ان احنا نوقف تاكسي او توك توك ونروح شارع المتنبي. السلام عليكم. بصوا، محمود حاطط عنده هنا في التاكسي صورة لسعاد حسني اظن. اتفرجوا هنا افلام كتيرة مصرية. كويس والله. السلام عليكم. المتنبي بشوفها في الفيديوهات بس، لكن حلو حلو، احساس جميل ان انا اول مرة في حياتي ابقى في شارع المتنبي، احد اعرق شوارع بغداد واحد اعرق شوارع العراق كاملة، او ممكن العالم العربي كله. شارع المتنبي انا ما اعرفش عنه غير ان هو سوق كبير، سوق ضخم شهير بالكتب طبعا اكتر حاجة، لان العراقيين بيحبوا يقروا. انا عارف ان العراقيين بيحبوا يقروا، لان في مقالة الشهيرة اللي هي مصر تكتب لبنان تنشر والعراق تقرا. ايوه سيف وبعدين ت الف ميم ر حبيبي. زي ما انتم شايفين الناس مرحبه جدا. انا واقف بتمشى في شارع المتنبي والناس واقفه فوق بتسالني على اسم قناه اليوتيوب. حلو حلو، شارع جميل بيفكرني بالقاهره القديمه، ولكن له برضو زي ما تقولوا كده شخصيه خاصه بيه. النهارده يوم اجازه، فعاده سوق المتنبي ده او شارع المتنبي بيبقى ازحم من كده بكتير، فما تفتكروش ان العراق فاضيه، لا العراق حيويه جدا. وهنيجي يوم تاني ونستكشف شارع المتنبي وهو زحمه اكتر شويه. نطلع عادي من فين؟ ده محل بتاعه بتاعنا مو بتاعه بتاعكم. ده محل اوف 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 اوف. واو، قد ايه المبنى ده يعني عمره كام سنه؟ عمره تقريبا 80 اكثر من 100 سنه. اوف. الله الله الله، تسلم حبيب. صحيح ان كل العراقيين بيعرفوا يغنوا؟ يعني كتير منهم، يعني احنا عندنا في مصر مش كومن ان الواحد يكون بيعرف يغني، ولكن ممثلين احنا في التمثيل. طب ماشي، ادينا حته غنى كده. مشتاق يطير ويا الهوى وصل على بلادي ويا اذان الفجر شقد حلوه بغدادي. انت رايك بشكل عام في بغداد ايه؟ والله بغداد جميله بكل وقت. كل وقت ها؟ كل وقت، وين ما تروح هسه حتى العرب يحبون بغداد. صح. بغداد هي مصدر الثقافه، راس الثقافه بالعالم العربي. اشكيك لمين 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 اشكيك لمين. احنا دلوقتي واقفين في احد بلكونات شارع المتنبي العريق اللي هو لسه متجدد قريب. عزمونا الشباب الرائع ده هنا فوق، والفنان بيغني لنا. الصراحه اجواء رهيبه بالشمس وغروب الشمس، ومش عارف حاسس بالتاريخ، شامم التاريخ. زي ما انتم شايفين هو اي نعم النهارده الشارع مقفول، ولكن في زي ما تقولوا ستاندت كافيه وشويه كرواسونات وكيك، وفي ستاندت كتب، في اكشن. هو الظاهر ان الشارع لسه تحت الترميم، في حاجات بتتظبط يمين وشمال، ولكن متحمس ان انا اجي بعد كام يوم لما تكون الدنيا مفتحه ونشوف الشارع اكمله. واو، بصوا جوه في حواري جوه لسه مقفوله، ولكن احنا هنخش سريعا نتفرج عليها. الظاهر ان دي ورشه خشب. تسمح اخش بس ابص سريعا حبيبي؟ في ساحة هي مغلقة، ولكن الراجل الطيب سمح لي ان انا اخش فيها. واو، روعة روعة روعة. مش مصدق والله ان انا في بغداد. احنا في بغداد العراق، احد اعرق، يعني فعلا تحسوا ان اسم العراق جاي من ان المدينة عريقة. انا عارف ان المعنى مش كده، ولكن تحسوا فعلا ان احنا في مدينة عريقة. احنا دلوقتي بنتمشى في القشلة، مفيش حد تقريبا حوالينا، يعني يا دوبك اتنين بيتمشوا، لكن غير كده مفيش اي حد تماما. فاحساس حلو، احساس جميل ان الواحد يكون بيتمشى في وسط كل هذا التاريخ لوحده. واو واو واو، ف
فعلا العراق وبغداد بالتحديد، لان انا لسه ما شفتش بقيه العراق. ان شاء الله الفتره الجايه هنكون بنسافر حوالين العراق كلها، ولكن مبدئيا كده بغداد جميله، جميله جدا. واو، في مباني هنا روعه فوق الروعه. ومعانا الاستاذ محمد اللي احنا تعرفنا عليه، اللي كان بيغني للكاميرا من شويه، قرر ان هو يفرجنا شويه على الشوارع المتفرعه من شارع المتنبي. مغني وفنان وايه تاني؟ هتفاجئنا بحاجه شكلك. بعد اسبوعين تقريبا في العراق اللي اكتشفت ان كل عراقي عنده اكتر من موهبه. يعني اقل حاجه مثلا اللي بيغنوا هنا بصوتهم عادي بالنسبه لهم حلو قوي عندنا في مصر. يعني فريال بتعرف تغني مثلا؟ فريال ادينا حته كده سريعه، يلا اعملي دويتو مع محمد. لا 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 غرق الغرقان. الظاهر ان فعلا كل عراقي له يعني يا موهبه واحده يا عديد من المواهب. يعني محمد اللي ورانا بيرسم وبيغني، ولكن فعلا لاحظت ان العراقيين شعب موهوب جدا، فالصراحه حاجه جميله جدا. السلام عليكم. حبيبي ازيك؟ عيني امورك. ناخد صوره سوا؟ من مصر حبيبي. على راسي على راسي. شرفتوني يا عمري. اهلا وسهلا بك. بلدكم الثاني هذا. الله يخليك. يسلمك يا عمرو. واو، انا مش مصدق. يعني احنا عاده عندنا في مصر ان انا اخد صوره مع ضابط او عسكري، ده موضوع يعني ما فيهوش كلام، يعني ريد لاين. لكن هنا بتوع البوليس هم اللي بيندهوني عشان اتصور معاهم، فالصراحه حاجه تفرح، حاجه تفتح القلب كده، حاجه تخليكم ماشيين حاسين ان انتوا في امان الله زي ما بيقولوا. السلام عليكم. سلام حبيبي. انا من مصر. على راسي. اهلا وسهلا. انا حبيبي، انا ام الدنيا. الله يخليك. أهلا والله. اهلا وسهلا. على راسنا حبيبي. فرصة سعيده جدا. ضيفونا بالبيت. الله يخليك والله. يكون لك ذوق. كل ذوق المره الجايه والله. ان شاء الله. حبيبي. على سادي حبيبي. اهلا وسهلا. الناس كلها طول ما انا ماشي بتسلم عليا، السلام عليكم. تحسوا فعلا بالروح العربيه بتاعتنا، ان احنا طول ما احنا ماشيين كده نسلم على بعض السلام عليكم، ونرمي سلام لبعض. فعلا بلد رائعة، حاسس بالعروبة، معنى العروبة الحقيقي هنا في شوارع بغداد. احنا دلوقتي في شارع هو الصراحة شبيه بالكوربة عندنا في القاهرة، جميل حيوي، كله زي ما انتم شايفين في تكاتك وحركة كتيرة، وفي قبة هناك لسه الصراحة ما شفتهاش، ما اعرفش ده مسجد ايه، ولكن في حياة، في حياة والناس بتتحرك. حلو حلو. مصدق والله ان انا في العراق، لسه اول يوم ليا فما استوعبتش ان انا في العراق. افرجكم على قهوه هنا مثلا في شوارع بغداد شكلها عامل ازاي. احنا دلوقتي في مقهى الزهاوي. السلام عليكم. زي ما انتم شايفين في صور لزعماء وفي صور لجراجات البصره زمان. جميل صدقي الزهاوي، فهي القهوه متسميه على اسمه لان هو كان بيجلس هنا ويكتب الشعر بتاعه. الله، تاريخ برضه بغداد. ونودع هذه القهوة التاريخية اللي منها بيقول لكم بدأ مظاهرات في 1920، يعني القهوة على الأقل عمرها 100 سنة، ده أقل حاجة. بيقول لكم كان الشاعر الرائع جميل صدقي الزهاوي بيقعد في القهوة دي ويكتب الشعر الجميل بتاعه. السلام عليكم حبيبي. حبيبي. زي ما انتم شايفين طول ما احنا ماشيين الناس تشاور لنا. الصراحه انا منبهر جدا بالشعب العراقي. يعني غير ان بغداد جميله وتاريخيه زي ما انتم شايفين، لا شعبها فعلا هو العلامه المميزه. دلوقتي نخش قهوه ام كلثوم. طبعا انتم عارفين ام كلثوم غنت اغاني كتيره عن العراق، منهم اغنيه اسمها بغداد. فاحنا دلوقتي نخش قهوه ام كلثوم في شوارع بغداد. الله الله يا جماعه. بصوا في العراق انتوا تسيبوا نفسكم للناس بتوع العراق، لان احنا دلوقتي اتقابلنا مع ناس في شارع المتنبي، عزمونا في العمارة بتاعتهم، وبعديها عزمونا ان احنا نروح نشرب شاي معهم في قهوة ام كلثوم هنا في شارع رشيد ببغداد. فهنخش نشرب الشاي مع زمايلنا الجداد هنا في العراق. شاهد ايه؟ شاهد.
مصر. اصحاب من زمان؟ اصحاب من زمان. من ايه؟ من ايام مدرسه فراعنه. فرصه سعيده جدا. مع السلامه. الله. تحسوا فعلا شعب العراق شعب تاريخ، يعني احنا بنتكلم معاهم تحسوا كده ان انتوا قاعدين مع تراث. ناس كريمه جدا، ناس الصراحه زي ما انتوا سمعتوا كده بيحبوا مصر تماما. يعني هو حاطط حتى الصوره الخلفيه عنده على التليفون، حاطط صوره جمال عبد الناصر وقاعدين في قهوه ام كلثوم، فمتخيلين مدى حبهم لمصر. ايه رايك في العراق في اول 3 سنين؟ انا مش مصدق. مخضوض مش مصدق فعلا. لا 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 واصل مش هينفع يا عم. ازاي؟ يلا ما يخالف، استنى انا نازل لك. طالنا اليوم يملا. لا لا ما فيش الكلام ده. امسك لحظه. والله يكراي بتاع التاكسي مش عايزنا نحاسب. يو كراينج؟ هزعل منك والله. ما اخ السلام عليكم. معلش يا جماعه لسه ما اعرفش العراقيين كرموا ازاي اول يوم. انا مش مصدق مش مصدق. يعني في مصر في عزومه المراكبيه اللي هي خلي يا باشا، ولكن الليفل ده لا 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 لا. انا فعلا 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 مش مصدق ومصمم. احنا ماشيين في التاكسي بقالنا سايقين حوالي تلت ساعه ووصلنا منطقه اسمها القراده، ومتخيلين ان سواق التاكسي مش عايز ياخد فلوس؟ يعني ايه تلت ساعه ونص ساعه احنا سايقين ومش عايز يحاسب؟ يعني احنا بنقول له خد خد، بيزق الكاميرا حتى مصمم. يعني الصراحه حاجه تفرح احساس انا ما حسيتوش قبل كده. نفسي ابكي نفسي ابكي بجد، ولكن من كتر الفرحه مش قادر. من كتر الفرحه فعلا مش قادر ان انا ابكي، ولكن بجد بجد فرحان ان لسه في ناس زي دي في الوطن العربي. واحنا دلوقتي في احد اشهر القهاوي هنا في العراق، وقهوه تراث المفروض اسمها قهوه الرضا علوان من سنه 1960. خلينا نخش نشوف هنا القهوه شكلها عامل ازاي. الله الله الله. غالبا في قهوه شبيهه بالقهوه اللي عندنا في وسط البلد في القاهره، اللي هي الاماكن اللي بتتلقى فيها الناس المثقفه، وذر بقى كتاب او مغنيين او هكذا، ولكن الظاهر ان معظم الناس هنا يعني متضايق اكتر على شعراء وكتاب. وصمم مدير القهوه ان هو يعزمنا على كوبايه كابتشينو وكوبايه هوت شوكليت. الله الله. وبكده نودع كافيه رضا علوان. الصراحه عجبني جدا، عجبني قوي الفايب والاجواء جوه. دلوقتي نكمل جولتنا هنا في شوارع بغداد. احنا في منطقه اسمها ايه؟ القراده. القراده. احنا دلوقتي في القراده يعني لسه بعد كام يوم هتلاقوني بقى انا اللي بقول لكم المناطق اسمها ايه. في واحد بوليس بيناديني، فانا حاسس ان انا لسه في مصر فقلقان، ولكن هنا ما حدش حساس في التصوير خالص، يعني ما حدش بيضايق الواحد وهو بيصور. نكمل هذه الجوله اللي الصراحه خضاني خضاني فعلا. انا مش مصدق ان انا ما بقاليش 12 ساعه هنا في بغداد وشفت كل الحاجات دي. يعني احنا بصوا ما بقالناش حتى كام ساعه فاتحين الكاميرا، ولكن قابلنا ناس وقعدنا على القهاوي وسواقين تاكسي اتعرفنا عليهم، حاجه جنونيه. دلوقتي احنا الظاهر دخلنا في زي ما تقولوا السوق، فهتلاقوا بقى ساعات وخواتم كل حاجه كل حاجه، نظارات شمس. السلام عليكم حبيبي. الله يخليك. شعب مرح، شعب مرح فعلا. في بقى جوانتيات وبنطلونات وكل حاجه. ودلوقتي دخلنا على المنطقه الحيويه هنا في بغداد وهي القراده. شايفين العربيات؟ حاجه فخمه كده. انا حاسس ان انا يعني فعلا فعلا ممكن اكون في مصر عادي، لان بدات الدنيا تبقى دوشه، بدا يبقى في زمامير العربيات، بدا يبقى في مطاعم ضخمه واضاءه عاليه جدا. نعدي الشارع زي ما بنعدي في مصر دايما، ونروح نشوف هناكل ايه دلوقتي، لان الصراحه انا جعان شويه. هو ده بتحط عليه بقى الصوص البرتقالي؟ فنجان وبطاطس وصوص. انت ممكن تنقي اي حاجه من دي. ما تهركش، ده صعب. وايه هنا الفلافل يعني وجبه مش زي عندنا. واو الله. نجرب هذا الصوص البرتقالي اللي هو بيقول لي معمول من الجزر ومن ملح وميه وقصه كبيره كده. تحسه في عسل كمان كده. تمام قوي. بص كل الاوبشنز اللي موجوده هنا، خيار مخلل وبرتقال حتى لو عايزين سلطه، اوبشنز كتير يا عم. مدلعيننا انتوا. ها
حبيبي تسلم. بتاري الناس هنا في العالم كلها متشيكة، مش مصدق ان احنا المحل لسه طالعين منه ده كله حاجات كوبي. من بره شكله تحس ان هو ان انتوا داخلين نايكي او اديداس الاوريجينال، ولكن عادي هنا الكوبي برضو بيجيبوها من فيتنام، والصراحة كوبي عالية جدا. وفي هنا بنطلونات وشباشب كل حاجة، اي حاجة عايزينها تيجوا على الكرادة على طول. ودي صيدلية المفروض ان هم دخلوا جوه يجيبوا كام حاجة. انا الصراحة كنت قلقان ان انا ممكن اجي هنا بغداد وما لقيش الكونديشنر بتاع شعري لو خلص، ولكن الظاهر ان هنا برضو عادي في كل الماركات العالمية. يعني انا عادة بجيب جارنيه النوع ده، وبجيب واحد تاني اسمه الفيف وهو موجود هنا برضو. واو الصراحة انا لو كنت اعرف انا دافع باجج زيادة، دفعت زيادة عشان اخد شنطة مخصوص للحاجات اللي هي البرفيوم والكونديشنر والحاجات دي كلها، ولكن لو كنت اعرف ان انا هلاقي كل الماركات العالمية هنا الصراحة ما كنتش جبت معايا الشنطة الاضافية. العراق فعلا ما حسيتش ان هي بلد ناقصة حاجة، بالعكس زيها زي اسطنبول زي القاهرة زي كل المدن دي. بصوا انا دايق وافلز في بلجيكا وفي فرنسا وفي هولندا، واقدر بكل ثقه اقول لكم ان دي واحده من احلى الوافلز اللي فعلا دوتها في حياتي. مش ببالغ عشان احنا واقفين جنب الراجل، لا فعلا معموله بالشوكولاته والموز والفستق الحلبي او سبريد بتاع الفستق الحلبي، ميكس رائعه ميكس هايله. وفعلا بقولها لكم واحده من احسن الوافلز اللي دوتها في حياتي هنا في شوارع بغداد. اجي اقعد جنبك بقى، والله حاسس ان انا قاعد قهوه مش في اتوبيس على راسي. حمزه زميلنا الجديد وشغال مترجم للجيش الامريكاني الامريكاني والكولومبي مختلف الجنسيات والمكسيكيين، راجل برضو انترناشونال زي ما بيقول. سلام مرتضى. سلام مرتضى، يلا بالسلامه ان شاء الله. السلام عليكم. سو حبيبي كده تكون جولتنا، اول جوله لينا في العراق، اول 24 ساعه لينا في العراق، واول انطباعات عن بغداد. الصراحه كان يوم مليء بالاكشن، كان يوم مليء بالتعارف، كان يوم مليء بالاصدقاء الجدد، ولكن الصراحه تعبان وعايز استمتع بقى ببقيه يومي واقعد مع زمايلي الجدد، فهضطر ان انا اودعكم، وكالعاده نشوفكم بعد كام يوم في فلوج جديده ومغامره جديده. Until then take care and safe travels.